وقت مسخن. خلنا نكمل الترحيب. طيب مسخن يا اخوان يدعوا له لا قبل الحين كويس الحين حصان الحمد لله الله يجعل دوم. حياك الله ضيفنا على جوه اللي مشرفنا الله يطول عمرك الحين يا مرحبتين الله يبقيك الله يحييك عسى ما تعبت في السفر بس لا اللهم بك امورك تمام التعب جاء بعد السفر اعداني نواف عقاب في رفحه تعبت هنا جعلك تسلم يعني نواف تعب في رفحه بس ما قصر الصبر على نفسه وجاهد وبعد ما رجعنا تعبت انا والله يا ابو يا ابو غلا قبل نرحب بالضيف الثاني برحب ثم قول يا ابو غلا عشان ما يبغى يرحب فيه يا اخوان اشرف لازم تعيش دورك ضيف عشان شكلك ترجم ضيقتني حياك الله ضيفنا الاخر حياك الله يا ابو غلا اللي شرفنا وجاء من رفحه كلك خير وبركه نواف عقاب تبركت علينا بالاجر اللي خليتنا نروح نسوي لب عينك لا والله مو انا خليتكم روابطكم اللي خلتكم انا مالي دخل عشان لا حد يفهم غلط جاني حياكم جار حياك الله يا نواف ابقاك الله يا مرحبتين والله رحنا تعابه قبل انا شفت والله مقاطع انت تدري يبغى يغيرون يا اخر الدقائق اخر الدقائق المباراه لا اي والله محمد ايش مرسل لهم قالوا نواف تعبان شوفوا غيره كان تعبان علي لكن قلت انا رايح وبصبر والله اني طالع قبل الرحله بيوم مستشفى شايليني من الغرفه رحت المستشفى دايخ ما اشوف شيء بسم الله عليك ما صحصحت الا ثاني يوم رفح بسم الله عليك الله يسلم ايامك بسم الله عليك تحس يقولها يستهزئ فيك صح بسم الله عليك بيجيه رجعنا جاء جاء لا ما جاء انا مره توك على حرام عيونك انت تفقع ابوي المكان هذا طيب المخرج يقول المكان ذا حق ضيوف والله حق ضيوف حق سعد شريف يقول عشان تقاوى خذ هذول شريف الله يشريف ما انت شايف الضيف شيء خذ راحتك خذ راحتك تعيب عندك طيب حبيبي حبيبي انت قاعد معنا 14 يوم والله شوف الاعلام لغته مختلفه والله داري ابو غلط يعني اللحيه دي الجنه لب عينك لب قلبك اللي جعلها السكسوك للجنه جعلها السكسوك تقوم وتروح هناك مالك شغل تراني ضيف يا استاذ بندر اعداء النجاح محمد منصور وعادل هيف يا رجال الزوم زوم ذولي مساكين يا اخوان زوم يتكلم تكلا تجيب طاريهم ترى والله اني اضحك مساكين انت قل 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 زوم مساكين وانا باقي واتمغط لا بس ابو غلط اتمدد رجيم مختفي من عقبه